تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بغينا منكم أيها الأحباب الكرام في هذه الظرفية العصيبة اللي كنعيشوها، كل واحد منكم يبحث عن المقربين إليه، إما في العائلة، إما في الجيران، إما في الحومة التي يسكن فيها، إما في أحد الأحياء البسيطة، أبعد الأحياء الفقيرة المهمشة اللي فيها الناس ضعفاء وفيها الناس مقطوع بهم الحبل، يقلب عليهم ويحرص على أنه يوصل إليهم المساعدة، يوسع عليهم من المواد الغذائية الضرورية. راه الناس محتاجين إلى القفة، القفة اللي كتحتوي على المواد الغذائية الضرورية من دقيق ومن شاي ومن حليب ومن بيض ومن مواد غذائية أخرى. اللي يقدر يقوم بها له الأجر والثواب، اللي تعذر عليه يعطيها لهم غير أوراق نقدية. أوراق نقدية كاين بعض العائلات اللي أعطيته 100 درهم 200 درهم 500 درهم، بالنسبة له راه كتعطيه حياة أخرى وفرصة أخرى للعيش. فلا نبخل، ومن تعذر عليه هذا الأمر فإحنا الحمد لله عندنا الصندوق الذي وضعته الدولة بإشراف وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة. فهناك صندوق اللي هو مشترك بين جميع المغاربة، واللي بغي يساهم فيه الرقم 1919. كل مساهمة ب 1919، كل SMS راك يساوي 10 دراهم. واللي تعذر عليه هذا الأمر ممكن يمشي غير البنك ديالو ويحاول ما امكن انه يفيرسي في هذا الرقم. راه ياخذوا منه المبلغ وغادي يفلسوا في ذاك الصندوق، والدوله هي غتقوم بنفسها بتوزيعه على الفقراء وتوزيعه على المساكين وتوزيعه على اصحاب الحاجات. الحمد لله بدات العمليه ديال التوزيع، وعدد ديال الناس بداو يتنفسوا الصعداء، وطلبوا الله تعالى يفرج على الجميع وينفس على الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.